سيجمنت التاني بكابتن جمال عبد الحميد. لا واضح ان انت طيب اهلاوي ماشي. انا رحبت بكابتن ربيع في الاول، السؤال يبقى من عندك انت، وبعدين ما انت اهلاوي برضه يا كابتن جمال. خلينا نتكلم الاول على الماتش. الناس كان ليها وجهه نظر، الارصاد الجويه قايله ان هيبقى فيه امطار شديده، والاسكندريه معروف ان دي نوة معروفه سنويا. ليه اتحاد الكره ما فكرش ينقل المباراه لملعب تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا برحب بيكم، برحب كابتن ربيع ياسين كابتن مصر. عايز بس قبل ما اجاوب على السؤال اقول ان كابتن ربيع ياسين هو الوحيد اللي في كاس العالم شال شاره كابتن مصر معايا، يعني انا وهو الوحيدين اللي في كاس العالم 90 شلنا شاره كابتن مصر. انا شلتها في حطيتها في هولندا وانجلترا وهو ايرلندا، فمعاك اتنين يعني لعبوا كاس. انا قلت اتنين من كباتن مصر الكبار. فهو من الناس اللي انا لحد دلوقتي يعني على طول مع بعض يعني، ف بشكرك ان انا جيت مع ربيع حبيبي يعني. ده خليك اولا حضرتك، الارصاد قايله من اسبوع تتوقع ان في سيول وفي امطار ورياح وعواصف هتبقى من يوم الجمعه لغايه يوم الاثنين، متوقعين كله متوقع كده. وطبعا الارصاد دلوقتي ما شاء الله التكنولوجيا زادت قوي في صحيح. فالماتش الزمالك والاهلي اتحدد يوم 30 مارس، والموضوع في الرياضه بالذات القانون بتاع الرياضه رقم واحد المحافظه على اللاعب. اذا كان مصارعه انت بتشوف الملاكمه بيجي في وقت معين الحكم بيتدخل صحيح. عشان يفصل، لان خلاص الموضوع بقى. فسلامه اللاعب كانت اهم من اي حاجه في المنافسه او في المكسب. فكان المفروض اتحاد الكوره، مفروض المسؤولين، ان لو فعلا العواصف دي ويتاكدوا من ارصاد العواصف دي جايه والمطر دي جايه والملعب هيبقى كده، كان لازم تتاجل. حتى لو اتعملت تتاجل لكن ما تتنقلش الملعب تاني. لا كان ممكن تتنقل القاهره يعني. الامطار جايه من السواحل الشماليه وداخله على القاهره، بس ما جاتش على القاهره زي ما شفنا في ملعب برج العرب. وجهه نظر اتحاد الكره لو اتاجلت هندخل في ماتش بيراميدز بعديها، وبيراميدز هيقول لك لا العبوا ماتشكم الاول. عارف حضرتك يا استاذ محمد، رمضان امتى؟ رمضان يوم 6/5 كلنا عارفين ان شاء الله. لو في ماتشات هتبقى بالليل مش قبل الفطار، فدي برضو سلامه اللاعبين. فبالتالي برضو الارصاد والمطر والرياح واللي احنا شفناه في الملعب، البرك اللي موجوده في الملعب دي سلامه لاعبين. لعيبه النهارده كانوا بتتزحلق، كان ممكن إصابة. يحصل كسر المعظم. الحمد لله ان ربنا ستر وما فيش حد اتعور من اللعيبه، تعويره قويه تبعده عن المباريات كذا شهر. فدي طبعا جت من عند ربنا سبحانه وتعالى. الكل ارتاح بالتعادل، ارتاح بعدم وجود جمهور وهنتكلم عليه. المفروض وجود الجماهير كان مهم جدا. ارتاح الامن، ارتاح لانه نقل مباراه اسكندريه وطلعت الحمد لله بالتعادل. ال 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 المسؤولين اللي كانوا مشيطين الدنيا وعاملين احتقان بين الجماهير ارتاحوا. فالموضوع الحمد لله التعادل ده ريحنا جميعا، وهنتكلم فنيا بعد كده بعد الكابتن ربيع يعني. كابتن